ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ والنهارده هنتكلم مع بعض عن احداث مسلسل العميل، مفاجآت قوية واحنا مش ملتزمين بارقام. تعالوا نتكلم النهارده ونشوف تفاصيل الاحداث، احداث مشوقة جدا جدا. تابعوني النهاية لان في مفاجآت جامدة جدا. بيتكلم وسام كان في العربية بتاعته وبيتكلم مع خولة، والمفروض ان هو رايح يزورها في المكان القديم. وطبعا حكيت لكم في الفيديو اللي فات ان حيان كان موجود في المكان نفسه وشاف خولة وتعرف عليها كمان من بعيد. وسام بيروح عشان خاطر يتكلم مع خولة وبيطمن عليها وبيقول لها انت فعلا كنت مخطوفة بجد، وان امير كان خطفك، ولا انت خطفتي بمزاجك؟ قالت ان هي اتخطفت بمزاجها وان هي بتحب فعلا امير بجد. وسام بيقول لخولة كمان على موضوع ان هو بيحاول يساعد ميادة في الوصول لابنها غسان، وقالت له ان قبل كده اصلا امير سألها عليه وقال يعني ممكن يكون فعلا اللي اسمه غسان ده موجود في ايد حيان هو كمان. بنرجع بعد كده وبنشوف ملحم بينادي على كمال وعلى كمان أمير وبيقول لهم انتوا شكلكوا يعني حلو ومنسجمين مع بعض، لكن طبعا أكيد الوضع بينكوا غير. أمير بيقول أيوة فعلا. كانوا قاعدين بيتكلموا وبعد كده بيقول لهم ملحم إن هما لازم يلاقوا وسوف قبل ما يوصل ليه خليل، لأن خليل لو قدر يوصل وسوف هيخليه يعترف على ملحم وهيتم القبض عليه، فهو عايز يوصل له الأول. لو تقدروا تتفضلوا، لكن بعد كده ندى على امير وقال ان هو محتاجه دلوقتي وان في واحد جاي دلوقتي وعايزه يكون معاه. قال له تمام امرك. وسوف بيتصل بالراجل صديقه بيقول ان هو معهوش فلوس ومش عارف يعمل ايه ولازم يسافر. قال له ان الامور دلوقتي مش تمام وان الناس كلها بتدور عليه ومش هيقدر يعمل له اي حاجه دلوقتي، فكان متضايق جدا. بينما وسام بيحاول ان هو يساعد امير، دخل على بعض البيانات اللي عندهم وقعد يدور على اسم وديع، وقدر يوصل ان وديع ده اصلا ميت، وكمان قدر يوصل للمقبرة بتاعته وشهادة وفاته. كل الحاجات دي طبعها في ورق وحطها في ملف علشان يساعد بيها امير عشان يفهمه ان اصلا وديع ده ميت وان وسوف كان بيضحك عليه. ما يعرفش وسام ان خليل كمان كان عامل وديع وبيضحك هو كمان على امير وبيخدعه وبيغشه. بيجي بعد كده خليل وبيقول لوسام على موضوع ان هو راح المكان وما لقاش فيه وسوف، وخليل مش عارف يعمل ايه لانه طبعا اتورط في موضوع وديع. بتروح نور تتكلم مع وسام وبتقول له على الرساله اللي وصلتها من الراجل اللي بيقول لها ان هو هيديها بعض المعلومات والبيانات عن ملحم بياع الكباب، وقال لها ان هو هيكون معاها وانها لازم تروح تقابله، وقال لها كمان العنوان اللي المفروض تروح تقابله فيه وكمان التاريخ اللي هتروح تقابله فيه والوقت بالظبط. ملحم كان قاعد هو وامير، وبيجي واحد وبيرحب كتير بملحم وبيقول ان امير معروف ومشهور جدا ان هو راجل شجاع وان ملحم بيحبه كتير. بينما خولة بتروح وبتتكلم مع نرمين، ونرمين بتقول لها هتقعدي معانا؟ قالت لها يعني شوية لان بابا خايف عليا وبيقول لازم نقعد يعني هنا شوية، وكمان بيقول كمان ان هو هيبدأ يوصل مصطفى للمدرسة علشان ياخد باله منه لأن وسوف دلوقتي هربان وهم خايفين جدا يعمل لهم حاجة. فطلبت نرمين من كمال إن هو يهتم بخولة ويعني يكون معاها ويحرسها وهي رايحة الشغل، لكن رفضت وقالت لا مش محتاجة حد. وسام بيكون معاه الملف اللي موجود فيه شهادة وفاة وديع ومكان كمان دفنه وكل المعلومات والبيانات عنه، وبيتسحب كده علشان يروح هناك عند الجراشات اللي المفروض امير استلمها بعد وسوف. وامير كان موجود مع رجالته وقال لهم خلاص كفايه عليكم كده النهارده وتقدروا تروحوا. وبعد كده بيروح وسام وبيحط الملف تحت الباب وبيمشي على طول وبيقول ان هو كده قدر يساعد امير، نشوف بقى هيعمل ايه. بينما بعد كده امير بيجيله تليفون من خليل وبيعمل نفسه ان هو وديع وبيقول له تعالى قابلني وبيقول له كمان المكان اللي يجي فيه. فامير كان متحمس كتير جدا وبيقول له ان هو هيجي علشان يعرفه مكان اخوه وان هو هيعمل له اللي هو عايزه بخصوص موضوع ملحم. بينما بعد كده وسام بيكون مع نور فهمها هتعمل ايه، هتروح تقابل الناس دول، هيدولها ملف هتجيبه وتركب العربيه وتروح على طول علشان وسام محتاج العربيه ضروري لانه هيروح ورا الناس دول وهيقدر يوصل لهم بالظبط وهيعرف هم مين، وكمان قرب منها وبسها. كانت مبسوطة كتير وقال لها ان هو جنبها وقال لها تطمن. ركبت نور العربية وراحت في نفس المكان، فضلت واقفة مستنية. جات لها طفلة قالت لها اشتري مني مناديل، اشترت منها وبعد كده قالت لها ان ملف ده حد قال لي اديهولك. اخدته نور وكانت خايفة، وسام كان مستنيها من بعيد.
ركبت على طول عربية. وسام فضل مراقب، شاف واحد من ضمن الرجالة كان لابس جاكيت وكان متخفي، وبعد كده خلعه بعد شوية لما نور مشيت، فعرف ان الراجل ده بيراقب نور، وركب الراجل العربية وراح وسام على طول قال لنور تيجي عشان هو عايز العربية، وبعد كده خلاها تمشي ورا الراجل علشان تراقبه. كان مراقب الراجل خطوة بخطوة ومع نور. خولة بتتصل بأمير، وأمير كان واخد العربية ورايح علشان يشوف الراجل ده اللي اسمه وديع. قالت له عامل ايه؟ قال لها كويس بس أنا دلوقتي يعني في شغل. بينما بعد كده بيقدر وسام يوصل للمكان اللي قاعد فيه الراجل اللي كان مراقبه، فدخل على طول وقعد على نفس المكان، وسمع الراجل ده بيتكلم مع واحد، وكان بيتكلم أصلا مع حيان وبيقول له حيان تعالى لي في الشارع اللي ورا القهوة اللي انت قاعد فيها علشان خاطر أخدك ونمشي، ولا لو عملت اللي قلت لك عليه؟ قال له أيوة كله تمام. وسام ساعتها كان عايز يعرف الراجل ده مين وراه بالظبط. أمير بيروح المكان اللي المفروض فيه وديع، وفضل ينده عليه ويقول له أنت فين يا وديع؟ تعالى اطلع لي. طلع له واحد وبرضه عمل في وشه يعني الإضاءة دي عشان خاطر ما يشوفوش، وبعد كده قال له اطلع يا سيادة المدير، اطلع يا عميد خليل، أنا عارف إن أنت. فطبعا اتصدم، وأمير كمان كان مصدوم بعد ما عرف إن اللي بيعمل كده هو خليل نفسه. أهو بقى اللي هو وسام كان مصدوم هو كمان، لأنه هو ماشي في نفس المنطقة اللي كان فيها الراجل، ماشي على رجليه بيشوف واحد مطلع ايده من العربية ولابس خاتم وبيعمل نفس الخبطة اللي هو بيخاف منها بتاعت حيان فاكرينها. وطبعا بعد ما سمع بص وراه وبص على حيان واتأكد ان هو لسه عايش، وكان مصدوم وفضل باصص فترة طويلة وحيان ما عرفوش، فقال للراجل اللي جنبه مين ده؟ قال له معرفش يمكن مجنون من المجانين. وطبعا كانت صدمته قوية جدا، لان وسام بعد ما عرف ان الراجل ده اللي هو حيان لسه عايش اتذكر الطفولة بتاعته القاسية وكان متضايق جدا ومصدوم، بينما أمير كان مصدوم هو كمان في العميد خليل بعد ما عرف ان هو اللي بيعمل دور وديع وان هو استغل نقطة ضعفه علشان خاطر يشتغل مع ملحم ويجيب له الأخبار. وساعتها لام عليه وقال له اللي بتعمل فيا كده انا حبيتك بالظبط زي أبويا. وقال له انت عرفت ازاي؟ قال له ان في طرد جاله وراه الملف، والملف ده اللي كان سايبه له وسام، وبيتضح لنا من فلاش باك ان رجع تاني امير وهو بيقفل الباب بعد ما اخد العربيه وشاف الملف ده وفتحه واتاكد ان الراجل ميت. وطبعا لام على خليل، وخليل بيقول ان هو ما جاتش قدامه غير الحل ده علشان يقدر يخلص على ملحم، لكن امير قال له ان هو مش هيشتغل معاه تاني وخلاص ما بقاش من الفريق بتاعه بتاع الشرطه، وان هو خلاص مش هيكون شرطي بعد كده، وكان مصدوم فيه كتير وقال له استنى يا ابني، لكن مشي امير وهو متضايق جدا وبيبكي، وكمان وسام كان بيعيط هو كمان بعد اكتشافه ان حيان لسه عايش. نكمل في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم، يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم وممكن رقم الحلقه يختلف. اشوفكم على خير واشتركوا في القناه لاول مره تشوفوها. باي باي.